وقوله في تحت ان انا مريض. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي. دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا الدواء المره دي مستورد. ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه. والشفه نزلت 24 ساعه بس ونطر الثاني لزقت في مناخيري. اعمل معروف انا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب. البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طبره. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك بره يا كلب. علاج يا نعم اجازه فيه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فندم. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر منزلتش. شهر ايه؟ بقالي شهر منزلتش. يعني ايه بقالي شهر منزلتش؟ انا بقالي سنتين هنا منزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. اسف فندم. يعني ايه يا جافا؟ اسف فندم. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ غريب قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده الكشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم. بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي واضح ان اقعد يا ادهم. خلاص ميرسي قلت. الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبة يا فندم لمسجون زنزانة 74 ليه شوية طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. ايه المطلوب يا ادهم؟ خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر فندم. عاوز يدخل الزنزانه شويه اجهزه. يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم دي في دي. دي في دي نجيب له دي في دي. هو متهيألي عنده بطاطين كفايه مش محتاج الدي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام بسيطه جدا. موبايل ايه المشكله يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. أيوة. على الاقل يتصل بالاولاد كويس ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه. وناخد له زنزانه اجار جديد، واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحصل. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك. حركه الترقيه اتقربت. خلي دوسيك يعد على خير. اظن انت محتاج الترقيه دي عشان ترفع من معاشك. مش هقول لك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائيه وكملت وخدت الليسانس. صراف. تمام يا فندم. رياض باشا بالنسبه لاجازه الصول. اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها في ظهرها في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني انا حمشت الموضوع عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا. انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تحرجنيش يا هاني. خلاص اوكي. خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب اهو يا باشا وادي الالم. كمان يا هاني في كيلو دور. انت غريب غريب يا هاني انت. يا ساتر. انت مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا. انا فاهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني والا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا اوامر سيادتك ماشي. طب غريب يا هاني. خلي الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. اه فندم.
دي اموال حكومه ولا فضل روح انا مش مسافر فضل هتوصلني اركب طيارة انا حلو قوي الكلام ده يعني حلو قوي يعني ايه شكي ناس بنتي انا اللي بتحمل اسمي رياض فاشل منفلوطي حامل التاريخ حامل اللواء تنحرف بنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود اكبر في خلفتها يجي اليوم عليها انها تنحرف يا نهار اسود يا نهار اسود كل ده عشان بنتك جت عند مامي النهارده ما لو حداد بس ماشي يعني ايه يا نهار اسود تاني من اختك يعني النهارده اربع يا حالي وده معناه درس المزيكا اللي انا رفضته لسعادتك بكل تبكح وصفاقه وقله ذوق انك توديها عن ضمك من فضلك اسمها مامي ايوه نسيب المصيبه الكبيره ونتكلم في مامي وامك نسيبها عشان بنتك بتتعلم مزيكا عصتك بتتعلم الحرام انت بتقول ايه بس خلاص قرار اسمعي يا هلا خالص لازم تفهم يا كل كبيرة وصغيرة في عدد البيت ده انا ما اعرفها وحتى لو ما حصلتش احترمي نفسك يا هاني احترمي نفسك اللي اتعلم شفت ليلة عذاب وسواد لما تريد فرغت ونوموس اسمعوا صوت الجدعنة وشهامة الأقوياء لو عديت يا ابن آدم على بحر لقيت غريق شده ولو مش عايز يطلع يحاول مرة تانية جدا شده تاني حتى لو عطك وشده ومرضيش برضو اطلع معاك دوس على دماغه انت مين؟ اللمب لمبك؟ لمبك قلت بكلم سخان اللمب انت انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ اه انا من امبارح وانا هنا دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ انا اتخنقت شويه انت بقى والنبي نهارك طين نهارك اسود يا عبد الباشا والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه حقيقه ايه؟ اصل عن الخدعات سأل تعرف اخرس جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده
فاهم انك جاي التكية بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن عارف ليه؟ انت عالة على المجتمع، انت حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة، فاهم يا هلا؟ هلا تعرف السجن كويس؟ لسه ما فقدتش المكان. بتقول ايه هلا؟ لسه ما فقدتش المكان. انت مخبي موس في بقك هلا؟ اخبي موس في بقي ليه؟ شعر دقنه بيطلع لجوه. يا هلا صر اضحك يا هلا. تعرف ده ولا ايه؟ اخرس. تعرف يا هلا التواليتات بتاعت السجن؟ التلاوت دي الكبانيه. الكبانيه ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانات السجن كبانيه. فين الكبانيه؟ بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم، وبعد كده احنيهم وارضعهم وننامهم في سربريرهم. يا هلا الحنان ده كله. هلا هلا قلب الام ده. ايه قلب الام ده يا هلا؟ سيب انت خليك معايا انا. هلا يا هلا الحنان ده. هلا انا هعمل ايه؟ بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده. ايوه تعطل ده. تجيني هنا اجيلك انا. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضاك. حطها في جيبك وسك من بوكمن. سك من بوكمن؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عموما يعني انا مش عارف يعني. يا رب ان الكل من يقولنا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل. مع السلامة عليكم. انا انا غسيلي الغسل كسر ايديا، هو شفيف حلو في عينيا والصابون جوه في عينيا، علشان اغسل انا. لا 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 اغسل. لا 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 اكتب. الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي؟ حكيفك يا ريت. خد ايه رأيك؟ يا ليش هظبطك ظبط. ايه رأيك في النفسين دول؟ يا ليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسه دي. يا سلام بوسه. يا وصلت للحكايه. انت عارف لو الغروبه دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش، انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربيه الخضار، عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومه. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلاص مدان انتوا واثقين من السواق ده، يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. عندك حق. يلا بينا عايزينها.